هاي انا داليا من تكنولوجي.تي في والنهارده هنتكلم عن ازاي تقدر تنقل الابلكيشن من موبايلك للجالكسي اس 3 لميموري كارد. عشان تقدر تعمل الموضوع ده لازم يكون موبايلك اندرويد 4.3 عشان هو بس اللي موجوده فيه الخاصيه دي. اول حاجه هتروح للسيتنجز وتختار ابلكيشن مانجر وبعدين اول. بعدها هتختار الابلكيشن اللي عايز تنقله للميموري كارد وتختار موف تو اس دي كارد. ودي كانت حلقة جديدة من حلقات ازاي اللي عرفنا فيها ازاي هنقدر ننقل الابليكيشنز من على الموبايل لميموري كارد. لو في اي حاجة عايزين تعرفوها عن التكنولوجيا ممكن تدخلوا على technology.tv.